السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى ديما تكونوا بخير في احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. اليوم راني جيت غادي نشارك معكم الشوايه ديال السردين، ودابا خوتي راه دابا الوقت ديال السردين، العام بدا كيسخن. كنت في الحقيقه باغا ندير المجايمر وباغا نشوفها في السطح ونشاركها معكم، ولكن ان شاء الله مره اخرى عندي واحد الطريبيه صغيره في الدار. حتى علاش كنشوفوا روتينات غير في المطبخ؟ ما بقاش كنخرج ندير لكم فلوقات على برا ونساليكم معايا، عندي الطريبيه صغيره في الدار، هذاك الشيء علاش سمحوا لي وقبلوا عليا على الفيديوهات ديالي. ومرحبا بكم. بسم الله، غندير شويه ديال الضو باش ما يعطيش الدخان. هاي شويه ديال الضو دايره فيها الماء، راه الاخوات اللي عندهم هذا في الدار راهم عارفين راه زوينه كتنفع، زوينه هذه ما كتعطيش الدخان نهائي، واخا تشو بولفاف واخا تشو السردة الكفته كتنفع وما كتعطيش الدخان. علاش؟ حيت هذاك النقاط اللي تيطيحو تيطيحو في الماء تيطفاو، ماشي بحال الفاخر. بالنسبه للمطيشه وهذا يعني ما غاديش تشوي؟ لا كنت غنشوي، ما كنبقاش لي وقت، ديت مع الطربي كنت كندير ليها الدواء وكانت كتبكي فايقه ما خلاتنيش. يلا نعسات. هذاك الشيء علاش غادي ندير غير شرادة مرة أخرى إن شاء الله، وغادي أنا كتعجبني المطيشة مشوية والبصلة مشويين، هذاك الشيء علاش درنا هذا ديال الضو. إن شاء الله المرة الجاية مع المشاهدين وغنقدر كاع نديهم حدا البحر إن شاء الله ونساليهم شوية، وغنديرو الشواية تما حدا شي فلوق زوين إن شاء الله، شي فلوق زوين إن شاء الله. ونتمنى من المشاهدين قبلوا عليا، قبلوا على خاتكم الدوكا اللي أنا ولفتكم المشاهدين، منقدرش نغبر عليكم واخا نكون عيانه ولا يكون عند الضياف، ولا دابا عندي كاع التربيه كثار من الضياف، مازال الضياف راه بعقولهم طيبوا الحطه ولا ياكلوا يسكتوا، اما التربيه عاوتاني كيغوت كيبكي يبكي بزاف والله. الا دابا غادي نشوف السردين ونصاوب شلاده، وجبت البنات قالت لكم بغاو شنو هذا اليوم، جبت لهم غير الخوف والسويله. ايوا هانتوما معايا المشاهدين، مرحبا بكم. فين وصلتي؟ ها الشواية الأولى هي سيرة الشوا، هاي كاش كتبان الحمرا، والله إلا مكيعطي لا دخان لا تا شي حاجة، والو مكتعطيش تا الريحة في الدار، هاديك الريحة ديال السردين كتشوا مكتعطاش في الدار كاع. دابا راه السردين إلا بغات هادي ديال المشوا خاصو يكون على جديد، يكون جديد ميكونش قديم، هدرا ديال اليوم عرفتي جديد. شو المشاهدين كي داير؟ هذا سميتو السردين الجديد، هو اللي كيلقى في الشوايه، الا شفتوه بيت ولا قديم شويه ما كيتشواش، ما كتجيش هذيك القشره بوقع عليه كيجي صامط، وكتكون ديك لاصقه عليه القشره ديالو لاصقه عليها، ما كتجي ما كيجيش مقربه، ملي كتشوف ما كتهش عليه هذه، شتي دابا كتبان بوقع كتنفخ ديك القشره كتهز غير بوحدها مع الملحه، ولا كان بيت ولا قديم واخا ديروا عليه الملحه راه ما تهش ليه هذيك القشره، وكتجي لاصقه عليه وكيجي في تجي واحد الريحه ماشي هي هذه. دابا بحال السردين كاع ما كيتشوى، ما كاينش ريحه السردين كاع كيتشوى، وانا في الصراحه المشاهد راه ما كانش ندير واحد المجامر يكون زاهر وطلعوا السطح في السطح ولا حدا البحر ان شاء الله. نوبه اخرى المشاهدين سمحوا لي على الايام، نتعذر منكم بزاف بزاف، لان عندي الطريبيه صغيره، دابا راه كنمشي حتى كنسكتها وعاد كنرجع ندير مقطع، كنمشي حتى كنسكتها كاين وقت كيبدا عرفتي صغيور راه صغيور الا طلعت كتاتها. الله يسلمك من الوالدين امين. الله يسمح لينا مساك اللي كانوا كيولدوا خمسة ستة ثمانية عشرة حدا عشر الله معاهم، ما دابا البنات راه كيولدو غير واحد ولا جوج تقول لك ناري كاين صداع ناري كاين مرض، ولا غادي تجربي كل مرة عاد الطبيب كل مرة والله إلا الوليد يلاه طلع ثلاثة الشهر عرفت واحد الصداع فيه ملي كيبدا يغوت والله العظيم. كانوا ملي كنقول الله يسمح لنا من الجيران وصافي عندنا الدار ديالنا بوحدنا، هادشي هو اللي من الوالدين من الوالدين ومن الجيران وكلشي الله يسمح لنا، دابا الواحد ما عرف حق الوالدين حتى ولا عنده الولاد. وصلتي بقات لي الشوايه الاخرى هي هذه، راه شويه الاخر راهو ها انت مراك تجوج الغدا وهازه البيت ها انت شوفوا المشاهدين شوفوا ها انت خصكم الدوكا ليا محنا محنا والله والله الا ما كان سامع على الدين سلامته قبيح، ما بغاش نعس نوجد الغدا وين عاوتاني كيغوت. راه قطعت ان شاء الله درتها في الثلاجه تبرد، الديسير تاهو غسلته ودرته في الثلاجه يبرد، ودروك انا يدرا الشاي كنقضي بها انتم المشاهدين خصكم الدوكا اللي راه مغامره وحاد اللهم بارك، يد كتشقى ويد شاده الدري ها انتم بلا ما ديروا السبه اللي باغا تشقى راه تشقى راه بحالكم انت كنت معاكم انتم شفتوا صغار الله يسلمك انا مسامحه لكم الله يرضي عليكم والله العظيم انا كنت بحالكم المشاهدين وكنت كنبات سهرانه وكيطيح لي الطونس وكان التربيه ديالهم شويه صعيبه كيباتوا يبكيو، كنبات سهرانه والصبح كنفيق مع السبعة الصباح كنوض نتوضا ونصلي ونوجد الفطور ونغسل الماعن ونعجن ونرد الغدا ونخدم الماكينه حدايا ونصيط
وال 12 12 ونص كتلقاني موجده كلشي، والترابيه هكا كدير كتشعل، وندوش الترابيه كل 3 ايام ندوش ليها ونبدل ونخرج. عندي ثاني وقت باش نخرج في العشيه، نخرج ندير جوله انا وبنتي. لا اللي بغيت نخلي يقول لك حاجه، لا عدات التربيه راه ما تشقاش، لا لا التربيه بالعكس انا بيبه شبيت نقدر نعجن يد شاده التربيه ونعجن يد نعجن، لكن عندك كاين المشكل والله القاسم. عندنا التعليم الله يهديكم وصافي، والله الامه ديالنا مساكن الله يرحمهم والله العظيم اللي كانوا كيولدوا 10 9 11 8 7 وما كان لا ليكوش لا حتى شي حاجه، والله العظيم دابا كلشي ولا سهل، ولا ليكوش بقاش كيسبنوا هذيك الخروق ولا دواء الفارماسيان الطبيب، بزاف الحوايج الحمد لله ولا موجودين بزاف، فكره ما كانت حتى شي حاجه والو. وكانت تقول لك راني ما عنديش الوقت عندي التربيه، ايوا تي خذ تجربه مني، خذ تجربه من ماماك. بنتي راه مقابله لي كضحك، هذا شو تو عاجبو الحال، هزيتي ويسكت اه انت عاجبو الحال، عرفتي راه تيسمع داك الطق طق السر ديال كيتشوى هو ها انتو كيشوف فيه يعني. عزبات ريحة السر ديال باغي ترد جاك الجوع على قدين، بارك عليه الحليب. دابا راه دوش ليه بدل مريح هاكا كيشعل الريحه زوينه تبارك الله، قال لك تقيها مزيانه اه نعستو شويه غير كيفك كنلقاني حطيتو تيقول لي عاد هزيني. هو ما طلب غير الموجوده نهزو، علاش لا، هو صغير وراه حقيقي. انا غادي نعس انت اللي نعس، هذا راني نعس كلشي وما ينعس. يلا فاق من الناس كنضحك على الدين حبيبه يا ولدي جي عاد خالتو اشقى معاها في الكوزينه. ايوا خليكم معانا انتم المشاهدين، ما حيتو على قدي ما حيتو السر ديال الضربه تاع مرض نهار انا وولدي. عطيك كيشوف فيا كيضحك، ها انتم المشاهدين خصكم تضحكوا عليا مسكينه، زعما كنهضر وكيشوف فيا اش كاين على قدي على قدي حسابي كتضحكي معاه والله الا كيسحبني كنضحك معاه. ترك شربت تا خاص نحطوك مشي نتوما الشطه ديالي على خاطري، دابا كتشوى على خاطرو. ها انتما كتجا محمره موشي باش كيبان زوين في الكاميرا ولا لا، ها جا محمر خاص واحد شوي. ايوا انا خوتي حبابك ما حيت السردين ما حيت على قدي اليوم والله انا الغدره مش جات بيد وحده واه عجبان هزه، ايه عجبان الحال فرحان اش كاين وشو باش كيسمع داك الصوت سبحان الله العظيم. كيجي غريب كيجي غريب كيشوف ها انت شوفي طلق النهايه كتلافت السردين كيتشوى اش كاين جاك الجوع تبغى تغدى شحال باش رضيع كمل ساعتين؟ أنا كمل ما حيت كان ناعس خاصك كل ساعتين وربع شوية ياك على قدين دابا نوجدو له الحليب قاعدة الحق ايه بقاتي غير شوية خلينا غير البارح وعلى قدين والله يعطيك الصحة ربي يخليك دابا هاد الغدار على قدين اللي طيبو لا برا عايد على قدين مساعدة ديال على قدين دابا الغدا ديالنا البسيط هو هذا بالسر ديالو كنت باغا نشارك قلت لكم مرة جاية ان شاء الله غادي ندير المجايمر ان شاء الله يا ربي ونشارك معكم شي شوية تكون فيها على تاكا. وشكرا لكم المشاهدين، شكرا للمتابعة ديالكم. دابا راه كيبان التصوير شوية باهت حولوا غير مع الشعر يوم مشاهدين الغدا ديالنا هو وجد، حولنا لكم هنا في الطاوله مع الشات على الشرجه ما كيبانش شفتها كدير غير بشويه خاصك تفيق على قدي انا كنهضر بالشوكه راه فاق ليا على قدي ما خليش تفوت اليوم نتمنى تقربوا عليا وسلام عليكم المشاهدين وما تنساوش لايك 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 اشتركوا في القناه دق المربع احمر وسلام عليكم المشاهدين